بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوعنا هو عن الحلبة صديقة المرأة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لو علم الناس ما في الحلبة لاشتروا بوزنها ذهبا. ذهب، يا ترى ايه اللي في الحلبة اللي يخلي الانسان يقيمها بالذهب؟ هي الحقيقة فوائدها عظيمة جدا، وبالذات للمرأة شيء يعني المفروض تعرف قيمته قوي قوي. نبدأ الخصوصيات العامة وبعدين نخص المرأة. أولا، وجدوا أنها بديل تماما للدواء لمرضى السكر. يعني أصبحوا يقول المريض السكر اشرب حلبة عشان تقلل من دواء السكر. قد كده أنها فيري إفكتيف، بتجيب نتائج رائعة في انخفاض مستوى السكر في الدم. يبقى ده طبعا دي خصوصية لها هامة جدا لمرضى السكر، انه يعني يبقى حريص على تناول الحلبة. طبعا في المشكلة الوحيدة انه في رائحة الحلبة، ودي انا ما اقدرش اقول ازاي هنتغلب عليها، حاولت ابحث ولكن مش بالسهل قوي. فكل حاجة لها سايد افكت ولها اعراض جانبية، يعني هي موضوع الرائحة. بجانب ده مفروض المرضى السكر برضو بيعانوا من الكوليسترول اللي بيرتفع، اللي هي بتخفض الكوليسترول الضار، اذا هي وقاية للقلب. من فوائد الحلبة ايضا وجدوا ان الجلد اذا كان فيه اي التهابات بتساعد على الشفاء التام من التخلص من الصديد. زي لو كان في ابسس في مثلا خراج، في صديد في اي مكان، سبحان الله بنحط حلبة مطحونة مع العسل، وفي وصفات كثيرة متغيرة، وبنسيبها فبتمتص تماما الصديد. او لو كان في اكني في الوجه، في مشاكل حبوب بثور وغيره، كل ده سبحان الله الحلبة رائعة جدا في الامراض الجلدية بالذات الظاهرية اللي فيها صديد. اما بالنسبة للمعدة، فلو في التهاب في المعدة فوجدوا انها بتقلل الهارت بيرن، اللي هو عبارة عن حرقان اللي بيحدث. ليه؟ لان فيها نوع من يسموه المسلج، اللي هو الشيء اللزج ده اللي موجود في الحلبة، بيبطن البطانة الداخلية للمعدة فبيقلل من الحرقان. بالنسبة للشخص اللي عنده حرارة، بنوصي برضه الحلبة مع الليمون مع العسل، دي وصفة بسيطة. ده بالنسبة للأشياء العامة. أما بالنسبة لما يخص المرأة، فالحلبة ليه تكون صديقة المرأة؟ ناخد المرأة المرضعة. المرأة المرضعة الحلبة بتضر اللبن، فرائع جدا، وصفة بسيطة طبعا، حتى لو كان في سايد افكت الرائحة او غيره، لكن الطفل بيستفيد في فرق كبير سواء كان زيت حلبة او الحلبة نفسها. اما المرأة اللي في سن اليأس فبتمر بالبريمنسترال سيندروم، او بتمر سواء منوبوز او ما قبل اعراض الدورة البريمنسترال سيندروم او المينوبوز، في الحالتين الحلبة بتفرز الاستروجين، هرمون الانثوي اللي بيعمل لها توازن سبحان الله في جسمها، ويعوض في حالة المنهوض أو سن اليأس بيعوضها الاستروجين المهم لجسمها. يعني نسميها نبات الأنوثة، نبات الأنوثة سبحان الله، إن هو يزود لها الهرمون اللي في أشد الحاجة له وقت ما هو تنقطع الدورة تماما. فطبعا ده بيغير المود بتاعها، بيغير مزاجها تماما، بيعيد توازنها، يعني فعلا صديقة المرأة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.